واه واه يا ليام نستاهل ما درتي فيا خليتيني عايش في ظلام غابت شمسي والدنيا الله متعليا وكنت نقول محل نساك ولا تنسيني صافا صافا لاباس عليك الحمد لله كنا بس شنو هذا الامر المهم اللي بغيتيني عليه يا سيدي انا حامله ومنك حامله ما فهمتش ايه وهذا نطلب طلاق من دريس ريتها هذه اكبر غلطه واقيله غادي ديري في حياتك انت عارف بلي انا راه ما عنديش مع الزواج والفكره ما عنديش نهائيا كان احسن هذاك الشيء اللي فكرتك حيدي راه ما نقدرش دابا ولات عندي 4 شهور والو ريتا اخر مره نسمعك كدوي فيها على هذا الموضوع ولا اخر مره غتشوفيني فيها وحاجه اخرى ديس عمرها كي خصك تلقاي معاها الو وي ريتا الميل فوصل ميرسي شرب شي قهوة بوني دي اللي كنقول خاصاني صافي ميرسي لالا صافي وعليكم السلام وعليكم السلام كنعيط عليك من البارح ما كتجاوبيش كنت ناسية التليفون سيلونسيو مالك شفتك مبدلة ياك معايا انا نو صافا المهم جيت باش نعرض عليكم مع ضريب الصداق ديال حنان وكامل هاد الليله حنان وكامل ايوا لا لا الف مبروك الله يبارك فيك مبروك ما تعطلوش مع سبعه ان شاء الله حيدي عليك التقلقه ما جاتش معاك يلا اصبا يلا سلامه ازلان 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 ما قلتي لما كان عندك شي مانع ندوز عندك في العشيه ومشيو اونصومبل العرس علاش لا أنا عندي واحد رونديفو خصني نمشي دابا واحد رجل الأعمال كيتسناني باش ما كانت عيطو في العشية نتسناك يلا سلامة السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا والله لقيتيني كنتسناك واليوم راني حليت على قبلك باش نعطيك السلعه ديالك ماشي ما تقوليش هضره ما عنديش الكلمه
حيت اليوم ما شاء الله عندنا واحد العرس ديال اختي. مبارك مسعود، الله يكمل بخير. بارك الله فيك. غير الا كان ممكن بغيت نخلصك بالشيك. لا ما كاين حتى شي مشكل، الله يودي. واش الله غنعرفوك؟ بارك الله فيك. بسم الله. بسم الله. الا كان ممكن ما تدفعش حتى ثالث شهر. لا لا كوني هانيه، اللي قلتها هي اللي كاينه، وقت ما جا الخير ينفع. بارك الله فيك. شكرا. الله يعاونك. شكرا بزاف. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمح لي بالخضره والسلام. كاين جدك الوليد اللي كيكون معاك هنا؟ شكون الوليد؟ مهدي؟ لا لا المهدي خرج ما كاينش. هلا اجي بعدا. قول لي شكون انت ولا اش بغيتي؟ والو شي حاجه بيناتنا. الله يعاونك. واخا حفيده ديالي، حتى انا في واحد شو ديال الخلعه. يلا ميزواي هاتو طالق. صباح الخير ولدي. صباح النور. ياك ما بغيتيني نوجد لك فطورك؟ لا بغيت ندوي معاك. مرحبا. لا راسي وعين ليا. شنو خديجه؟ راكي عارفه معزتك عندي قداش، وكنحسبك وحده من العائله. الله يا وليدي، معزكم ربي اللي عالم بها، وانا كنحسبكم بحال ولادي. الله يخليك. ايوا لالا بغيتك تمشي معايا للعرس ديالي، وراكي عارفه ماما ما كايناش. وليدي مبروك. تبارك الله تبارك الله، الله يكمل بالخير. سعدي سعدي ورحب وليدي سعدي. الله يبارك فيك. شوفي بغيتك تضربيها ليا بشي تفركيسه فاعله تاكا، وتخرجي ديك صوفيا لورين اللي مخبيه فيك. ومن هنا لتما ربي تما. لا تكرضى. يلا خليتك الراحه. لهنا خطك اولدي. بسم الله. دابا الحمد لله صوفي. شكون شي حاجه حنا نتصلوا بكم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. غالي شنو وقع لك لاباس؟ والو غير الاساتذه من البوليس بغاو يطمئنوا على الاكسيدونتي ديالنا. طمنتهم عليه بانه الحمد لله رفعت المنطقه ديال الخطر، غير ما يقدروا ياخذوا من عنده حتى افاده لانه ما عقل لا والو. ما عقل لا والو. دكتور نجاح بوشريفه معايا على الحال. تشرفي. المهم إذا كانت عندكم أي حاجة جديدة حاولوا تتصلوا بنا. إن شاء الله. سي سو. شكرا. تفضل. مسكين. المريض ديالنا فقد الذاكرة. سمية وحدة اللي كردت على لسان عايشة. اللي علينا درناها. قالنا غندعيو معاه فرق إن شاء الله. حنا ندخل نشوفو. أنا نمشي لبيرو ديالي. غطلع للدوزيام ايطاج. شرو صباح الخير. صباح الخير. عافاك اختي، كنسول على واحد السيد. واحد السيد؟ حنا عندنا بزاف ديال السيد. شكون فيهم؟ حسن. حسن ياش؟ حسن المومي. 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 ما كاينش اسيدي. عافاك غير زيدي قلبي، راه ضروري كاين هنا. واش غتوريني الخدمه ديالي؟ قلت لك ما كاينش.
شكرا. فين شتي هاد الكمارة بديعة؟ فين شتي هاد الكمارة؟ فين شتي هاد الكمارة؟ مريت عندي لك الريحة شي حجة إن شاء الله. عيشة السلامة. ها هو الورد اللي وصيتيني عليه. تبارك الله عليك. وسير حطو وشوف لي هذيك المبخرة اللي فيها الفخر باش نتلقى بخور. واخ أجي. وفين العود ياك ما نسيتي؟ هذاك هو اللي ما غاديش ننسى. ها هو بحال اللي غتشري الذهب. تبارك الله عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين تعطلتو؟ ولا مشي سمحنا الكوافير. يوم صحة الحمام الكوافير. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. مهدي فينا هو؟ راه في بيته. حنان راه ولدك مهدي جا عندي واحد السيد كيسول عليه ما عجبنيش. انا تصرفاته كلها ما عجبانيش هاد الايام. نمشي نشوفو. وما انا قلت لك يلا يلا تلقوا راسكم الناس راه قربوا يجيو. وليد خليك هنا. مهدي مالك ولدي؟ ما غسلتي ما لبستي حوايجك؟ مالك على هاد العناد؟ مهدي انا راه امك وما كنبغي لك غير الخير. علاش وليتي شد معايا الضد؟ الدنيا دغيا كدور وانا اليوم هنا وغدا ما غاديش نكون. الام بلاصتها كبيره وانا ما كرهتش تكون باقا عندي امي. راه بس عليك ماما الله يطول لينا في عمرك. الحياه قصيره باش ندوزوها في المدابسات والواحد ما خصوش يحقد على والديه. اسمح لي يا ماما. انا مسامحك يا ولدي. واش كاينه شي ام كان خاصم مع ولدها؟ انا راضيه عليك. بغيتك دير عقلك وديها في قرايتك. كنوعدك ماما من اليوم عمرني باقي نغسل لك خاطرك ولا تسمعي مني شي حاجه خايبه. الله يرضي عليك يا ولدي. يلا نوض لبس حوايجك. لاباس كمل ليك لاباس. يلا قرات الميساج ديالك شنو كاين؟ لا ولا باس. اسمح لي ما برستك. لا مرحبا. كاين شي مشكل؟ لا تخلعتي على غالي ياك؟ لا تخلعت ما فهمتش شنو واقع. لا ما وقع لي والو. وكاين لا ودو جاي عندك غالي تبدل بزاف ومبقاش عاجبني حالو وعارف شنو ندير ليه. هادشي علاش جاي نشوفك. عارفه بلي تبدل غالي ولا كتقلق بزاف ولا مغير بزاف من نهار تجوش. انا ميت وانت راه فاهم راه ماشي لخاطري. عرفت انا شحال انا خفت الى الحاله اللي هو فيها خرج لها مستقبله ولا ما عرفتش خايف عليه بزاف. انا غادي نهضر معاه. انت صاد الصحه ديالك لاباس؟ انا مزيان ولقيت طريقي وطريقي يا حنان. الحمد لله الله يكمل عليكم بالخير. امين. عندك من تجي العرس؟ انا الاولى. شكرا بزاف يا كامل. شكرا لك انت. خليك غادي نمشي نشوف المرضى ديالي. واخا شكرا على هادشي. الله يعاونك. اسمح لي. بونجور. واحد السيد بغى يشوفك من جمعيه التضامن سميتو منصف. خليه يدخل.
شوف انا عيط لك تما بعد واخا يا تبارك الله. السلام عليكم. سي يوسف لوكيلي؟ وي يوسف لوكيلي. يوسف لوكيلي رجل أعمال؟ أي واد تفضل. شكرا. مرحبا بك. بارك الله فيك. سبق لي يمكن شفتك تماما تشوفنا في العرس ديال الدكتور ناجح. فوالا لو مون دي بتي. ما قدمتش كراسي. منصف 33 سنة جون هوم دافير فاعل في جمعية التضامن اللي كتشتغل فيها مراتي نجاح. سيدي ما عندي ما يتسالك عارف عليا كلشي. شحال بالخطر؟ حقيقة جيت نتكلم معك على واحد المشروع خيري ولكن كنظن على أن الدكتور نجاح تكلمت معك. اسمح لي أنا ونجاح ما كنهضرش بحال هادشي في الدار. كاينش مشكل، أنا جبت معايا واحد الدراسة باش نوضح لك شنو هو هذا المشروع اللي هو باختصار حفل خيري يكون فيه رجال أعمال وبينك تكون معنا باش تساهم مع الطلبة. ما عندي ما ندير بهاد الدراسة. إلا كان الأمر متعلق بحفل خيري أنا راه الإشارة. غنتكلف به كله ولكن بشرط. سيدي بارك الله فيك، انا صراحه ماكش كنتوقع منك هذا الخير. شنو هو الشرط ديالك؟ ما بغيتش نجاح تعرف شي حاجه على هذا الموضوع. لحقاش هذا الشيء غنديرو لوجه الله. الله يجازيك بخير، كون على يقين نجاح ما غيتعرف والو. كنشكرك بزاف. ان شاء الله كل شيء غيدوز بخير. حتى انا غادي نحاول نتصل بشي رجال اعمال الاصدقاء ديالي يساهموا حتى هما في هذا الحفل. حتى انا بدوري غندوز عندك مره باش نسق معاك وتكون عارف كل ما يتعلق بالحفل. مرحبا. كنشكرك بزاف استاذ يوسف. حيد هذاك الاستاذ ما بيناتناش. بارك الله فيك استاذ يوسف. يلا السلام عليك. شكرا. طيب ويلي بقيت ما لبستي تعطلتي. يلا سير سير بدل عليك باش تجي تجيك الحساب. واخا نبدل. عيشه انا المخرج اللي قلتي جيبها لي انا مشي نجيب واحد اخر. اجي 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 درتي مع العدول. صافي راه غيجيو مع الستة. يلا سير. دادي الله يخليك الا جابلك التحاليل ديال اختي عيشه ديهم الدكتور شمسي. كوني هانيه دكتوره. شكرا. ايوا مبارك مسعود لاختك حنان. الله يبارك فيك. شكرا. الو اختي نجاح. لا كوني هانيه لاباس عليه. انا غادي نجي للدار ونشرح لك. واخ شوفي ما تعطلش اختي. يلا سلام. كامل تسنوني انا غادي نمشي معاكم. شتك ما وجداش؟ لا ولادي غير سير. الله يرضي عليكم والله يكمل بالخير. انا رجليا كضرني وما قدرتش نمشي. الصحة والراحة. غادي تبقى بلاصتك. لا لا حطك الحبيبة ديالي. الله يرضى عليك. يلا بسلامة. بسلامة. مهلا وليك لاباس. صحتكم. ديجا أنا ما قلتي ليا والو. واعرك أنت غادي مع الوليدات. بحال أنا كاينة. بالصحة والراحة. اختي تنجح على باتوليا. وليدة جا حداك. لا وها يوسف دابا مراتك اللي خصها تجلس حداك. غير خليك ماما اجي حدا حشومه. لا بغيتي ديري اللي خاطري على نجاح هي الا جلستي حدا راجلك. واخا عافاك.
قلتهم فين هما لي كادو؟ عزيزي درتهم في الكفر. مزيان. مرحبا بكم، نهار كبير هذا. كيف عامله ماماك؟ السلام عليكم. يلا مرحبا بكم. يلا سكر. مرحبا عليكم. السلام عليكم. الله يكمل بخير. الله يكمل بخير. مرحبا بكم. الله يخليك. الله يبارك فيك. شكرا. هذا سعيد. لا بس لك من بخير. قربي. الله يكون ما جابش مباركم سؤال. يلا اختي اش كتسناي؟ الناس راهم هنا. حشمت ويلي على حشمت. يلا يلا نجح حشمت. هي جايه في الطريق. ويلا يلا الله عليكم. نبداو نفكر الله. الله يخليك سيدي. اسمح لنا واحد دقيقه قبل ما جات الاخت ديالي. يمكنكم تبداو. انا راه كان عندي احساس قوي بلي هذاك ديال سي عمرو هو اللي مورا هادشي. انت راك طبيبه، ما نحتاجش نقلب على شي طريقه اخرى باش نعالجك. حسن فقدتك. وانا اللي مالك ما كتدخلي السوق راسك هاد الهضره ما نعاودش نسمعها. عيشه محتاجه شي حد قوي يوقف بجنبها. وقتي نفهم انايا واش هذا الراجل غير على الورق ولا ديال بصح. خاصك تقبل هاد الشيء غالي. لازم وترونكيلا مون صيفو تطلقني الا كنتي راجل. وكاجي ما فهمتش، هو كلهم تفرقوا في دقه واحده واحد مورا واحد. غالي تسنى عزلان سيتو بلي ما بغي يسمع حتى كلمه. كاين شي مشكل؟